والدكتور كمال الجنزوري لما جه قال ان انا خلال 36 شهر ان انا هقوم باربع مشروعات كبرى هتنقل مصر نقله حضاريه. خربت بدنا. وهتعمل على توسيع الرقعه التي يجلس عليها المصريين. كلام محترم وكلام كان جميل جدا. الاربع مشروعات باختصار شديد: مشروع شرق العوينات، شرق التفريع اللي هو فيه حته من خليج السويس موجود، حديد اسوان اللي هي الشركه القطاع الخاص، وتوشكى. سؤال: هو قعد في الحكم من يوم 4 يناير ل 5 اكتوبر 99، اي مش 3 سنين و9 اشهر، 45 شهر. المشروعات الاربعه اللي اتعملوا لم يتم استكمالها. طب هو دلوقتي بيقول ان 45 يوم وانا هقدم انجاز. لا ما احنا بس اذا كانت هذه البدايات فبئس الخواتيم. ما انا بس حضرتك انت هتقول ماشي اديني انا طب بلاش، هو بيقول 45 يوم؟ اديني انا 40 يوم. ها؟ ممكن اجيب لك واحد يقول 20 يوم. كلام في فبقول لحضرتك الاربع مشروعات اللي هو قال عليهم نشوفهم تموا ولا ما تموش. ما تموش، ممكن نقول والله ما تموش لان القدر ما اسعفوش، ما كانش فيه فلوس. طب نشوف نسبه الانجاز منهم قد ايه؟ لا تتجاوز ال 18%. لو نسبه الانجاز 80% اقول طبعا في معدلات انحراف، في موجود مطره جت، الحرب قامت، الدنيا الفلوس قلت، دخلنا في مشروع تاني، يبقى فيه نقدر نسبه موائمه. انما انا في ال 45 شهر عملت ما قيمته 18% من المشروعات اللي انا كنت بقول هعملها كلها في 36 شهر. نفس سؤال، ادي سؤال واحد لازم يترد عليه الاول. طب ما هو الخطيب اللي بيقول ان انا راجع ادور المشروعات دي دلوقتي يا فندم، هو بيقول لك انا حكومه انقاذ او حكومه انتقاليه او حكومه تسيير اعمال او تصريف اعمال او اي حكومه، اللي هو واحد جاي ياخد الغياب والحضور. في الجيش هبي زمان لحد دلوقتي، مش في بعد الظهر بيجي واحد نبطش اللي هو يعني يبقى قاعد ماسك المنطقه كده؟ هل النبطش ده ليه ياخد قرارات تؤثر على سير العمل، ولا الصبحيه لما يجي سياده اللواء؟ لما يجي سياده اللواء طبعا. انما انا مقدم او نقيب او كذا او من هذا القبيل اقدر اخد قرار، انا بس قاعد الناس محافظ عليهم، اللي في النبطشيه، اللي في السجن، اللي في المستشفى، بس كده. في حاجه تاني اقدر انقل واحد بقى يقدر يعمل مثلا حتى على الاقل امن؟ ما فيش حاجه اعاده الامن حتى. لما يجي انا كرئيس دوله ورئيس حكومه اقول انا خايف اعلن عن اسم وزير الداخليه لجهه امنيه عشان محاولات امنيه، اسباب امنيه، يعني ايه؟ طب يا عم هات له اتنين من البلطجيه يحموه. في لا كده؟ هو هيبقى خايف بس احسن وزير الداخليه الحالي يتمس ويمشي. يتمس ويمشي. يعني زي ما احنا بنشوف ان مثلا ايه يتقال لك ايه؟ شالوا الوزير الفلاني فصالحوا المدام بالموقع الفلاني. كلام يعني كلام ضد يعني كلام هرتله. طيب حضرتك بقى ايه اللي شايفه؟ لانه لازم برضو اشوف في عينين حضرتك شايف الجرايد ازاي؟ هقول لحضرتك على حاجه، انا النهارده على موضوع الاول الاقبال الضعيف اللي موجود على التصويت. دوت ضد ما اعلنه التيار الاسلامي السياسي خلال المرحله الاولى او يوم الاثنين والثلاثه اللي فاتوا، من انه التيار وجاي مكتسح وكذا. بالمناسبه في حاجه بس، احنا النهارده بندور في حاجه من 83 سنه، سنه 28 دي سنه فاصله او مفصليه في حياه مصر. سنه 28 ابتدى نقول مولد جماعه الاخوان المسلمين، لا، ومولد المرشد العام محمد مهدي عكف، ومولد حسني مبارك. 28 هو عاكف اتولد بره 28 وحسني مبارك 4/5/28 ده دفعه واحده. فهم دولت اللي مأثرين عليها حتى من 83 سنه لسه بندور في الفلك بتاعها ده، يعني بس بمناسبه التاريخ. الاقبال كان ضعيف ليه؟ الناس شافوا في الاول ان انتوا قعدتوا تقولوا احنا والتيار الاسلامي وكذا، لما طلع بعد ما يوم هو خلص الانتخابات يوم الثلاث، يوم الاربع ويوم الخميس كان في مؤشرات. من ضمن الحاجه الناس الشيخ حازم ابو اسماعيل طلع يقول لك احنا وهنجيب وهنقفل للناس وهنحجب دولت، الناس ابتدت بتتراجع بدات تقلق، عشان كده حزب بدا يطير. يقول لك ان انا جاي مفهوش. لا بدا يتضرر منه وانا هعمل السياحه بتاع. السؤال هنا، هل الناس هتصدق كلام حزب النور اللي قاله النهارده ولا كلام اللي اتقال يوم الاربعاء والخميس؟ لو صدق اللي قاله النهارده هيقول لك ده الناس دي بتضحك علينا عشان نروح ننتخبها وبعد كده يقعدنا في بيوتنا. كلام منطقي. انت حضرتك شايف ان الجرايد نقله الكلام الصوره كده؟ طبعا ملهاش حل تاني. بس كده يا جماعه الاخوان وحزب النور هيقول لك ان الاعلام ضدنا واحنا بنستطيع ان نقهر ونفوز بالاغلبيه. ماشي، مش الحج عرفه. صح. الكوره جوان. الديمقراطيه صندوق، هل الصندوق النهارده اقباله كان موجود زي يوم الاثنين والثلاث اللي فات؟ ما ممكن بكره يبقى فيه اقبال يا دكتور. يا فندم الحاجه بتبقى في اولها زي الفل، انت لا يمكن تيجي اول يوم رمضان وهتفطر، هتصوم حتى محبه للناس، انما ممكن يكون عنده رفطر ثالث يوم. انما اول يوم اللي هيحصل لا، الناس بتنزل في الزهو. طب ليه اول يوم اللي الاثنين اللي فات كان فيه نسبه الاقبال عاليه كانت موجوده والناس لتسعة بالليل؟
مش هم دلوقتي الناس اللي فات عليهم اسبوع. انا مش قادر اجاوب الا لما اشوف بكره بس ونشوف المرحله الثالثه. طبعا يعني لا طبعا انا بقول لحضرتك المتوقع ايه. طيب. نرجع تاني للدكتور كمال الجنزور باختصار شديد على الصحف برضه. انت حضرتك شايف طبعا انا النهارده بقول لك في مجموعه مشروعات كانت موجوده اللي هو هيقول لو قال ان انا عاوز ارجع 45 يوم لتوشكا يبقى ده كلام ضد المنطق. انا قعدت 45 شهر ما قامتش وعملت نسبة 18% اجي في 45 يوم اعمل نسبة 82%؟ اي عقل هذا؟ يبقى في حاجة من اثنين، يا انت قصرت في المدة الاولانية ال 45 شهر وكنت تقدر زي الناس بتتساءل سؤال مطروح ممكن عليه. يكون كان رأس النظام بيمنعه خايف. بص اقول لحضرتك تعرف هو يعني بصورنا الصورة انه كان واحد من الناس المضطهده من النظام ومن راس النظام يقضى عليه. هقول لحضرتك باختصار وجه الدكتور يحيى الجمل يقول لما كان يدخل الناس كلها بتسقف لا الناس بتسقف وبيحيوا وحاجات كده. هقول لحضرتك باختصار شديد لنا في التاريخ اسوه حسنه. انا اسف اتفضل. لنا في التاريخ اسوه حسنه. الملك فاروق مشى من مصر يوم السبت 26 يناير 26 يوليو 52 تمام يا فندم. مشى من الحكم يوم بعديها بعشر ايام الحكم اللي كان قائم موجود اياميها الرئيس جمال عبد الناصر الحكم قاموا اعتقلوا مجموعه من الناس اللي كانوا حوالين الملك فاروق. اكبر اتنين فيهم محمد حسن اللي هو خادم الملك وطباخه وكريم ثابت المستشار الصحفي. ده خد 10 سنين وده 15 سنه، ده خرج بعد 3 شهور وده بعد 6 شهور. خرج كريم ثابت يكتب في الجورنال في الجمهوريه ويكتب ان هو ياما نصح الملك وان المدى كان بيقوم من النوم يشرب خمره وكده. محمد حسن الطباخ كتب ايه؟ ان لما جه ياخد قرار دخوله حرب 48 كان قاعد هو ونقراش الملك ومحمد حسن سمع صوت النظره بيقولوا لا فهو رفض وما رضاش يعمل الاكل للملك، فالملك يتحايل عليه يقول له اعمل لي والنبي العشاء يقول له لا مش هعمل لك غير القرار حرب. ده كلام ناس قاعد على القهوه. لما مات الرئيس جمال عبد الناصر طلع واحد اسمه حسن تهامي. حسن تهامي ده كان راجل متدروش كده وراجل كده كان على سيدنا الخضر وهو انت قاعد كده وتقول يقول لك عليكم السلام ورحمه الله يقول لك سيدنا الخضر معدي. قال لك انا كتفت عبد الناصر في سنه 56 عشان يوقع البتاع. في 67 انا كنت في دوره الميه فما لحقتش اكتفه فدخل الحرب فخسر. ده كلام هرتله. إيه هل كان يستطيع واحد يجرؤ ان يمشي في الشارع اللي كان فيه حسني مبارك؟ خلينا نقول الكلام ده. ثم ان انت بتقول انا كنت بزعق لحسني مبارك واعمل واجيب واقول له كلام من ده، طب ما مشيتش ليه؟ ما دخلتش عاطف عبيد السجن ليه؟ وهو قاعد هناك، ما هو ده نفس التهم دلوقتي بيتحكم عليها اللي اتعملت في 96 و97 و98 و99 و2000، ما دخلتوش السجن ليه؟ كنت تعلم او لا تعلم؟ ما حبستش يوسف ولي ليه؟ ده انت ما قدرتش تقول ان يوسف بطرس اللي انت كنت رافضه علشان كان مع الصندوق ان غصب عنك عينت وزير للاقتصاد اللي شلته من حقيبه التجاره الخارجيه اديتها للدكتور الجويلي بقت وزاره التموين والتجاره، ما قدرتش تشيل يوسف بطرس غالي. ازعق ايه واعمل ايه؟ هو بس كلام الناس اللي بتنسى يعني. انا طب ماشي انا اخرج اقول انا دخلت الاستاذ نصر وزعق، ازعق لمين به؟ كان حد يقدر يزعق لحسني مبارك؟ ما خلينا نقول واقع، كان حد يستطيع انه يزعق؟ ماشي طب لما كان يزعق له كان مكان مشاه من الاول. ايه اللي يعني ايه اللي جابر حسني مبارك ان يبقي على الجنزوري؟ خايف منه؟ لا عشان مسك عليك الكمبيالات. لا هو عشان كان لون الملافه لازم يقعد. مسك الكمبيالات عليه مثلا هيشتكيه في المحكمه؟ لا هو اداله امر بانه يقعد في البيت 14 سنه وقعد. طب بالظبط يعني كده يعني. لا ده اكتر من كده واستدعيهم 23 يناير قبل يوم الجمعه من حضر احتفال يوم الجمعه. يوم الجمعه ما قدرش ينزل يصلي فيه كل جمعه كان اقعد يا عم في البيت خلصت الليل. طيب يعني مش عايزين نركز عليه وان شاء الله نتمنى من ربنا. احنا قلنا الحاجات ديت العقليه والعلميه ونتمنى يا رب ينجح. لو نجح حاجه انا وحضرتك هنا ونعتذر. تمام انا في روجيتا ممكن نديها له يعملها في الثلاثه اشهر اللي موجوده. طب قولها يا فندم تريح الناس 24 يا ريت. احنا عايزين حاجات ايجابيه والتمام وكله اخد قرار الصبحيه بعد ما احلف اليمين ضم الصناديق الخاصه للموازنه العامه للدوله. واحد ضم الصناديق الخاصه للموازنه العامه للدوله اللي هي توفر الدوله 1.2 تريليون جنيه اي 1200 مليار جنيه. يقال 91 مليار. 1.2 تريليون جنيه يا فندم خد مني انا تريليون جنيه اي 1200 مليار اضم الصناديق الخاصه بس الموازنه العامه للدوله. دي معناها تخلينا دوله عظيمه اعظم من العظيمه. اثنين اعمل حد ادنى 1200 جنيه بس حد اقصى 30000 جنيه. انا بقول لحضرتك لن يستطيع تطبيق هذا القانون واقصى 30000 جنيه 30000 جنيه في الشهر. طب لن يستطيع ليه؟ اقول لحضرتك لان عدد موظفين مصر 6 مليون، عدد موظفين مصر المؤقتين 750000، يبقى 6 مليون 750000. من يتجاوز ال 200000 جنيه اللي فيما فوق 100000 واحد، ال 100000 واحد هيرفضوا اللي هم كبار القوم والقيادات هيترفض لو هو يقدر.
الصناديق الخاصه ليه ما بتتضمش للميزانيه العامه للدوله؟ لان اللي ماسكها الوزراء والمحافظين رؤساء الشركات القابضه رؤساء الشركات اللي بيعتبروني تبعها الوحدات المحليه بس. هو يقول عادي الناس دولت وهو يعلم تمام ان يوم 31 هيبقى في عداء بينه وبين مجموعه من التيار الاسلامي او يقعد او لا، هيقول لك عادي دولت كمان انا مش ناقص، فهيبقى دولت ادي روجيتا تاني. لو عمل دولت في الحاجه الثانيه تعديل سعر الغاز المصدر الى اسبانيا وتركيا واسرائيل والاردن، ده يوفر لمصر اوتوماتيك في نفس السنه 22 مليار دولار. تعديل سعر الغاز للصناعات كثيفه استخدام الغاز اللي هي الاسمده والسيراميك والاسمنت والحديد، وعدلهم ازاي عشان الناس ما تفتكرش ان الحاجه هتغلى. لا، هو الراجل انا بيتم دعمه بالطاقه ليه؟ الهدف من الدعم عشان نقول مصر بطلت العالم في الدعم، ولا عشان يبيع الحاجه دي باسعار اجتماعيه للناس عشان يبيعها؟ لو بيصدر 50 او 60% من منتجاته للخارج بالسعر العالمي، الا يتم حسابه على جزء الطاقه اللي داخل في دوله من 50 60% بالسعر العالمي؟ انت بتبيع بالسعر العالمي. اربعه لسه باقي طبعا في تاني. كفايه عليك. لا لا لا، في حاجه تانيه بعد كل دي. حضرتك تملك الخطه دي، ما نريح نفسنا ونجيبك رئيس وزراء. خد بال حضرتك، دولت ما فهمش مليم السنت للحكومه. هدي لحضرتك حاجه تانيه. حضرتك يا معلش انا عايز اديني تكلفه واحده للحكومه. دلوقتي حضرتك قلت لي 1.2 هيضمهم للموازنه العامه. ايوه ب 1200 مليار جنيه، 1.2 تريليون جنيه. كلام واضح داخل الموازنه العامه للدوله، ده معناها ان احنا هننتقل طبعا نسد عجز الدوله، نسد عجز الموازنه العامه للدوله. يا ريت الدكتور كمال جنزوري يكون سامع او يرد على الكلام ده، يقول للدكتور صلاح انت غلط. والحد الادنى ممكن الدكتور صلاح على مسؤوليته بيقول يبقى 1200 بس، الحد الاقصى يبقى 30000، وده مش وحش طبعا. لكن بيقول ان في 100000 هيقطعوا الدنيا. تمام. تعديل سعر الغاز هيجيب لنا 22 مليار دولار. تعديل سعر الغاز للصناعات الكثيفه. تمام. الحاجه الثالثه، لا لسه بيه اربع حاجات نقطتين كمان. انا ده اللي انت عنده 222000 مستشار داخل الدوله اللي هم فوق 60 بياخدوا 13 مليار جنيه مصري. دولت نشيلهم، انا واحد فوق 60 اشتغل ليه؟ هو ايه الهدف يعني؟ ما انا عندي ناس تحت مش كده؟ يعني في حاجه بلاش. عندي 650000 حكم الشعب المصري خده على الحكومه في القضاء الاداري المرحله الاولى والثانيه، ودي كلها احكام لا تكلف الدوله. واحد عاوز يتنقل من اسيوط يروح اسكندريه، واحد في الدرجه الرابعه عاوز يروح الدرجه الخامسه، كلام من ده. 650000 حكم اقول يتم تنفيذهم من الحكومه فقط لا غير. متشكر، ريحت البشريه كلها.